وفي اتصال معنا الرئيس البرازيلي، وأنا بكل سرور أعطي له كلمة فضل فخامة الرئيس. صاحب الفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، أود أن أهنئكم على هذا الاجتماع الناجح للبريكس الذي يعقد هذا العام، على الرغم أنني لست موجودا حضوريا بكازان، إلا أنني يسعدني أن أتوجه بخطاب إلى أشقائي وشقيقاتي في البريكس، وكذلك فإن ترأسنا قمة العشرين كان مهما للدفع بالمبادرات في بلداننا، فقد نفذنا سياسة اجتماعية ناجحة يمكن أن تمثل نموذجا للبلدان الأخرى في السنوات الأخيرة، وفي الجوع والفقر فإننا أدعو الجميع أن ينضم إلى هذه المبادرة التي ولدت في قمة العشرين، وكذلك المشاركين الآخرين. بريكس أساسي في التعامل مع تغير المناخ، وكذلك المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدول العظمى، إضافة إلى الأزمات الأخرى التي تلحق بنا اليوم. هناك أكثر من 110 مليار دولار وعدت بها هذه البلدان ولم تفي بوعدها، وكذلك البيانات العلمية تعبر عن تجاوز غير مسبوق، والمستقبل يعتمد على العمل الجماعي، وكذلك الأمر يرجع إلى الدول الناشئة إلى أن تعمل على خفض درجة حرارة الجو بدرجة ونصف. معنا يمكن أن نوضح أننا يمكن أن نعمل بشكل جيد، وأن يكون لدينا إسهامات بمبادئ مشتركة رغم المسؤوليات المختلفة. وفي تولي بريكس لرئاسة تولي برازيل للبريكس، فإنها سوف تعمل على مكافحة العالم متعدد الأقطاب وخلق علاقات سيمترية بين البلدان والتخلص من السياسات العنصرية، وكذلك في مع تطور الذكاء الاصطناعي وفي طريقه أن يصبح ميزة، ولكننا نريد أن نعزز القدرات التكنولوجية لدينا وتبني إطار استثنائي متعدد الأطراف، حيث أن مصلحة الدول تفوق المصالح الشخصية أو الأحادية، وكذلك مع النمو الاقتصادي معنا يمكن قد حققنا أكثر، وشعوبنا تفوق 3.5 مليار نسمة، يمكن أن نتجاوز معا هذه الأزمات، فإننا 75% من المنغنيز و 50% من المعادن الأخرى، كذلك مع الدول فإنها تخطيط لمسيرا من أجل الاقتصادات الناشئة وأن أو أن مبادرة البريكس تعمل بوفق هذا المنطق. إن أعمال مجلس الأعمال يعمل على توسيع التجارة فيما بيننا، وصادرات البرازيل لدول البريكس قد تضاعفت بين عامي 2022 و2023، وكذلك إن الواردات من البريكس تمثل المرتبة الثالثة من واردات برازيل، وعمل شبكة لتعزيز تمكين المرأة الاقتصادية ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين القائم، وأن بنك التنمية الجديد سيضع بعض الخطوط للتبادل بالعملة المحلية مما يقلل من معاملات تكلفة المعاملات. البنك التنمية الجديد الذي يحتفل بمرور عشر سنوات على إنشائه قد أسس بنية تحتية لتعزيز اقتصادنا،
كذلك لتأسيس تحول عادل. كذلك فالبنك كذلك لديه حافظ بأكثر من 100 مشروع وتمويل يبلغ أكثر من 30 مليار دولار، وقد صمم لكن يتبع بريتون أو يأتي بعد بريتون وودز، وكذلك فإنه يمول كذلك المشروعات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية. إضافة إلى التباين بين البلدان، فإنه كذلك يكفل التصويت المتساوي. حان الوقت لكي نمضي قدما مع خلق بدائل للمدفوعات المتساوية. فنحن لن نحل نستبدل عملتنا، ولكننا يجب أن نكفل أن العالم متعدد الأقطاب الذي نتطلع إليه يتبع نظام مالي عادل، وأننا قد نعمل على تحقيق هذا، ولكن لا يمكن إرجاء هذا بعد هذا. أي نظام قد يقسم العالم إلى أصدقاء وأعداء، ولكن إن الدول الأكثر هشاشة لا ترغب في إملاءات عليها، ولكننا يجب أن يكون هناك إمكانية للشعوب أن تحصل على الخدمات الصحية. إننا نريد حياة سلمية دون استخدام السلاح وضحايا من المدنيين. فإننا كذلك يجب أن يكون هناك سياسات سيمترية للأطفال والنساء في العالم. أننا الآن في الضفة الغربية ولبنان، لابد أن نعمل على تجنب التصعيد، إضافة إلى الصراع الحتمي في أوكرانيا. وكما أننا لدينا حربين، مع احتمال أن تتطور إلى حرب عالمية، من الأساسي أن نسترجع قدرتنا للعمل نحو أهدافنا المشتركة. لذا فإن شعار الرئاسة البرازيلية تعزيز التعاون بين الجنوب العالمي مع حكم رشيد مستدام. أشقائي وشقيقاتي، في القمة القادمة نأمل أن تصدر فصلا جديدا في التاريخ، وشكرا.